كثيرة هي الأحلام التي غيرت التاريخ أو أثرت في مصير الأمم، وجميعنا يعرف قصة الحلم الذي فسره يوسف عليه السلام لفرعون مصر، وكان سببا في إنقاذ البلاد من مجاعة استمرت لسبع سنين. فقد جاء على لسان يوسف قوله تعالى: قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ومن القصص التي يعرفها جيدا أهل المدينة محاولة سرقة جثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 557 هجرية. ففي ذلك العام وصل رجلان نصرانيان إلى المدينة وادعيا أنهما مغربيان من مسلمي الأندلس، وقد سكنا في الجهة التي تلي الحجرة بقرب المسجد من جهة القبلة، وكانا يصليان كل الفروض في نفس المكان قرب القبر الشريف. ومن فرط صلاحهما وحرصهما على الصلاة وزيارة الحجرة أحبهما أهل المدينة وأجل قدرهما. أما الحقيقة فهما نصرانيين حاقدين أرادا سرقة الجثمان الطاهر ونقله إلى الفاتيكان، وكان بين الصلوات يحفران سردابا يمتد من الرباط الذي يسكنان فيه إلى الحجرة الطاهرة، وقد استمر على هذا زمنا طويلا بلا كلل أو ملل، ولم يشك فيهما أحد. وبلغ بهما الحرص أنهما كانا يحملان التراب في أكياس صغيرة يربطانها تحت ملابسهما ويرميانها ليلا في بئر قريب. وحين اقتربا من الجثمان الطاهر حلم السلطان نور الدين محمود زنكي برسول الله وهو يقول له: يا نور أنقذني من هذين الأشقرين. فاستيقظ منزعجا لا يدري ماذا يفعل. وحين تكرر هذا الحلم للمرة الثالثة نادى وزيره جمال الدين موصلي، وكان دينا ورعا، وقص عليه ما رأى. فقال الوزير: هذا أمر وقع في المدينة المنورة، فاخرج بنفسك واكتم ما رأيت. وحين وصل إلى المدينة دخل المسجد وصلى بالروضة وهو لا يدري ماذا يفعل. وحينها سأله الوزير: هل تعرف الرجلين إن رأيتهما؟ قال: نعم. فأعلن الوزير أن السلطان وصل للمدينة وأنه سيوزع الصدقات على الأهالي. وخلال توزيع الصدقات وقف نور الدين يتأمل الناس، فلم يمر من شاهدهما في المنام، وبعد انتهاء الناس سألهم: هل بقي أحد لم يأخذ صدقته؟ فخرج رجل وقال: لم يبقى إلا مغربيان بقرب المسجد لم يحضر القسمة. فأمر جنوده بإحضارهما، وحين شاهدهما عرفهما، ولكنه تماسك نفسه وسألهما: من أين أنتما؟ فقال: مسلمان من الأندلس أتينا للحج. فقال: أصدقا معي، من أنتما وماذا تريدان؟ فأصر على قولهما فحبسهما وذهب مع جنوده إلى سكنهما، وهناك وجد مالا كثيرا وكتابا باللاتينية، ولكنه لم يجد شيئا غريبا وكاد يهم بالخروج، إلا أن الله ألهمه برفع خصفة وجدها على الأرض، فوجد تحتها لوحا من الخشب فرفعه ووجد سردابا عميقا وهو لا يعرف نيتهما إلى الآن. ودخل بعض الجنود السرداب فوجدا أنه يتجه إلى الحجرة الشريفة، وأنه اخترق جدار المسجد وكان يصل إلى جثمان الرسول صلى الله عليه وسلم. وحين علم أهل المدينة بذلك
هجم على الرجلين وأوسعاهما ضربا حتى أشرفا على الموت، وبأمر من السلطان نور الدين قطع عنقيهما عند الشباك الشرقي للحجرة، ثم أعطاهما للناس فأحرقوهما خارج حدود الحرم. وبسبب هذه الحادثة تم صب قالب من الرصاص السميك تحت الأرض، ما يزال يحيط بالجثمان الشريف إلى اليوم.